السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السندباد البحري. في أحد الأيام رست بنا السفينة على جزيرة كبيرة لم نشاهد فيها إنسانا ولا حيوانا أو نباتا. نزل التجار إلى اليابسة ليكتشفوا الجزيرة، وبينما هم يجولون توقفوا عند شيء ضخم أبيض اللون وشديد الشبه بالقبة. صرخت فيهم أن لا يمسوا ذلك الشيء لأنه بيضة الرخ، ونصحتهم بالابتعاد عنها قبل فوات الأوان، لكن التجار لم يستمعوا إلى نصحي، بل أخذوا يحدثون بها ثقوبا ليعرفوا ما بداخلها. وإذا بصوت كالبكاء يخرج من البيضة، كان فرخ الرخ يلفظ أنفاسه الأخيرة. سمعنا من أعالي الجو صراخا ردا على صراغ فرخ الرخ. وانقلب النهار إلى ليل حينما حام رخ ضخم ورفيقته في الجو، فتوقعت هلاكنا جميعا، ولكنهما طارا بعيدا. وفي الحال طلبت من التجار العودة بأقصى سرعة لنبحر بعيدا عن الجزيرة وننجو بأنفسنا. استجاب التجار لنصيحتي وأقلعت بنا السفينة إلى عرض البحر. وقد خطر ببالي أن أسأل نفسي، هل سنفلت منهما؟ وقبل أن أتم سؤالي شاهدنا الرخين يعودان يحمل كل واحد منهما صخرة كبيرة بحجم البيت، وما هي إلا لحظات حتى أخذ الرخ يحوم فوقنا ثم ألقى بالصخرة علينا. استطاع الربان أن يتفاداها فسقطت في البحر. ارتفعت المياه كأنها جبال وأخذت تقذف بالسفينة هنا وهناك. للأسف لم يستطع الربان أن يتفادى الصخرة الثانية فسقطت على السفينة وأغرقتها، ومات معظم التجار والبحارة. كل ما أذكره أنني وجدت نفسي في صراع مع البحر لم ينقذني منه إلا لوح خشبي من حطام السفينة. دفعتني الرياح والأمواج وأنا أتمسك باللوح إلى شاطئ جزيرة بلغته بعد 4 أيام بلياليها. شكرت الله عندما وجدت جدول ماء عذب وأشجار فاكهة، فأسرعت أقطف الثمار وآكلها وأشرب من ماء النهر. انتهت حكايتنا لهذا اليوم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولنا لقاء في حكاية جديدة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب، وإذا لم تكونوا مشتركين فتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. شاركوا هذه الحكاية مع أصدقائكم وأهلكم لتعم الفائدة إن شاء الله. إلى اللقاء ودمتم سالمين.